السلام عليكم، اسمي علاء وهذه كربلاء المقدسة وأنا بين الحرمين الشريفين. طبعاً الأجواء جداً رائعة، زوار وأجواء روحانية وكأنه حبات المطر تتساقط، يعني أجواء جداً رائعة. تعالوا وياي نروح نزور أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وبالطريقة أخبرك قصة جداً لطيفة ورائعة وغريبة بنفس الوقت. طبعاً القصة قديمة، كان هناك عائلة ناصبية تنصب العداء لزوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام، تبغضهم، ما كان عندهم أولاد. فالزوجة نذرت نذر وكان غريب جدا، قالت إذا رب العالمين رزقني بولد ذكر أربيه وأكبره على بغض زوار أبا عبد الله، ولما يكبر ويصير شاب حتى يوفي النذر. فالنذر غريب، ولكن الأغرب من هذا أنه رب العالمين استجاب لها. طبعاً لما نعرف تكملة القصة نعرف أنه هناك حكمة بالموضوع. رب العالمين رزقها ولد اسمه جمال الدين، كبر جمال الدين وصار شاب. خبرته بالقصة، خبرته بالنذر وأنه لازم يوفي النذر. تمام، جمال الدين خرج من بيته وراح جلس على الطريق اللي تمر به قوافل زوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام حتى يقطع طريقهم وحتى يقتلهم. جلس جمال الدين، طريق متعب، صار عنده جهد، فنام غفى. مرت قافلة الزوار من يمه وهو ما حس، أفاق من نومه. طبعاً الأجواء جداً رائعة، أصوات الزوار ما بين خشوع وبكاء، زوار أبا عبد الله من كل العالم، يعني أجواء رائعة. المهم أكمل لك القصة، وين وصلنا؟ وصلنا أنه جمال الدين نام ومرت القافلة من يمه وما حس عليها، فاق من نومه، لاحظ أنه جسمه مغطى بالتراب، فعرف أنه القافلة مرت من يمه وهو ما حس، انزعج، فقرر أنه يأتي باليوم الآخر فحتى يجلس بنفس الوقت، ولما تمر قافلة يقطع طريقهم. رجع للبيت ونام، رأى رؤية غريبة جدا. خبرك بهاي الرؤية وركز، ركز وتأمل. رأى كأنه يوم القيامة صار، ورسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المحشر حاكم، فأمروا إنه جمال الدين يرمى في نار جهنم لأنه مبغض لزوار أبا عبد الله الحسين عليه السلام. أخذوا جمال الدين ورموه بالنار. فلاحظ جمال الدين إنه النار ما تحرقه، استغرب، فقالوا إنه هذا الرجل عليه تراب زوار أبا عبد الله الحسين، تراب القافلة كان حاجز بينه وبين نار جهنم. أفاق جمال الدين من النوم مذعور خائف، عرف أنه على باطل، فتاب وراح زائر لأبا عبد الله الحسين عليه السلام. بالوقت اللي كان يجلس ينتظر القوافل تمر حتى يقطع طريقهم، هو مر ويا القوافل وراح يزور أبا عبد الله الحسين عليه السلام، وصار من شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، وأنشد أبيات ظلت خالدة. قال: إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما، عليه تراب زوار الحسين عليه السلام. سلام الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. هذا الشاعر من جمال الدين إلى علي، فصار يسمى جمال الدين علي الخليعي أو الخليعي الموصل الحلي، صار من أكبر شعراء أهل البيت عليهم السلام المعروفين، ومن شعراء أمير المؤمنين أيضا. فلاحظ حكمة رب العالمين، لما رزقها مو لأجل النذر الغريب، لا يعرف أنه هذا الرجل بيوم من الأيام راح يصير من شعراء أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله القصة عجبتك، تعال خلينا نكمل طريقنا ونروح أيضا نزور أبا عبد الله الحسين عليه السلام حتى نكمل مشوارنا. تعالوا يعني.